من الزبان طلبوا هذا البنطلون، الحمد لله اليوم مصنف. وصلك منين البنطلون ده لما اقصد؟ ده شاسيه، ده مش بنطلون. بنطلون فتشي خماية جينز كلش مميز. خماية ايه ده؟ ده الخيط اللي حضرتك ماسكه. فين بقى البنطلون؟ هات لي حاجة فيه لمؤاخذة مميزة. ده شاسيه وأساور. هو الجو حر قوي كده؟ هي الكهرباء بتقطع بس مش للدرجة. وده لمؤاخذة نلبس له كارينا ولا نسيبه كده واللي رايح واللي جاي يدي علينا؟ كلش مميز هواي اللي بس احلى حاجه في التصميم ده بصراحه يعني ان هم سايبين الجيوب، عاملين معانا فوق الواجب. هواي اللي طلبوه واليوم وصل، الكميه محدوده. محدوده ليه؟ ما لقوش قماش؟ انا واخده بالي ان هو واخد قماش كتير. ربنا يهد المفتري. تمام. سعره 100 دولار السابق. 100 دولار؟ يلا ده انا لو جبت شله خيط يلا ب 10 جنيه هعمل لك 10 من اللي انت ماسكهم دول، بس هحتاج تجيب لي خامه الجيوب عشان دي مش متوفره. سابق. السعر الحالي بعد التخفيض صار 80 دولار. 80 عفريت لما ينططوك، 80 في 40 يعني انت بتتكلم في حوالي 3000 جنيه، يعني ربنا يكتر في فلوسهم ويقلل في قماشهم؟ هيفضلوا طول عمرهم مفضوحين ولا ايه؟ هو انتوا داخلين معاهم اوضه النوم ليه؟ هو مفيش خصوصيه؟ زيرو خصوصيه في هذا الكوكب؟ هو انتوا متخاصمين؟ هما بيصالحوكوا على بعض يعني؟ ولا انت بتقول له ايه؟ لو هتكون بتسخنوا على مراته يا انا عارفاكوا، بتعملوا فيها حمامه السلام ها، وبتطلعوا لمؤاخذه النهضه في الاخر. يا حبيبتي ما تكشريش، التكشيره لسه جايه قدام. انت اللي يضايقك تديله بالبوكس في وشه على طول، وما تحقنيش كده في نفسك، ما تخليش حد يضايقك. بس الله اكبر تبارك الرحمن، اوضه النوم بصراحه تحفه، ذوقها حلو قوي. انتوا جايبينها بكام؟ انا اخر مره شفتها كانت عامله 23 24 الف السوقي. مش عارفه بقى العموله عامله كام. حبك يا لني اقل واحده بعد الطلاق. حضرتك لازم تفكريها ان هي اتطلقت، وبعدين الواحده بتزدهر كده لمؤاخذه بعد الطلاق لما تبقى في علاقه كبيسه. العلاقه الكبيسه بتخلي الواحده ايه، تهمل في نفسها وتهمل في شغلها وتهمل في كل حاجه. اول بقى ما بتشيل العلاقه الكبيسه دي بترجع بقى لحياتها الطبيعيه عادي، وبتبقى كميله وبتزدهر كده، بتبقى شبه الورده لحد ما يجي حد برضه يعمل معاها نفس الكره ومش هنخلص. ايه اسد بيتصور مع اسد؟ يعمل صوت؟ كنتش اعرف ان الاسد بيعمل صوت. عرفت ازاي يا مضروبه ان الاسد بيعمل صوت؟ يلعب ايه البحر ده منفذ على فين؟ ده كان هيقرمك قرمة تستهليها بصراحة. الاسد غير راضي عن الموقف اللي محطوط فيه. هو الاسد كده عنده شموخ لا يسمح بالاهانة ابدا. برافو عليك يا اسد. بصوا يا جدعان، انا اقول لكم بالله عليكم لو تسمعوا الاغنية اللي ام عمار عايزة تديها لي. طب خلي بالك بس الاحسن تفتكد ام عمار اللي هتسمع اغنية ولا غيره. البحر ممكن يبلعها، البحر غداه. من قلب المية. لا دي مية خراوي. انا مش مش لا انا مش لاقيه لها تفسير تاني. دي مية خراوي زي زيت الخروع كده. البحر زرفكم بالقفا تستاهلي. حتى البحر غير راضي عن اللي بيحصل. ما تحبوا بعض في البيت. منظر البحر ده ما بيجيبش معايا رومانسيه خالص، ما بيجيبش معايا غير حله محشي ورق عنب مع سلطه زبادي بالخيار، حله محشي بتنجان برضو، لكن الرومانسيه والمحن ده ما يجيش معايا خالص. غرقت الوليه يا اخويا؟ ارتحت؟ وبتصور عشان توثق اللحظه؟ طلع بريء من هذه التهمه المنسوبه الي؟ احنا شفنا كاع البحر خلاص. السيف هل علينا وانا دمي مش هيتحرق لوحدي، لازم تشاركوني هذه اللحظات. تشيلها كده ليه يا بنت؟ غلط، محدش يشيل حاجه اتقل منه عشان المعده ما تبوظش. ما ينفعش. امال انت مين؟ انت ايه؟ طب انت ماسكه عليها زله عشان تمرمطيها معاك المرمطه دي؟ طب قدري وانتي منفعله كده طلعت منك حاجه طبيعيه لا اراديه. ذنبها ايه البت تفطس؟ صباح الخير، بفتح الشباك النهارده. صباح النور، وحضرتك لابسه كروب؟
ولا اسمه ايه ده اللي هو اللي ما بيسترش بس بيهطر على قد ما يقدر. انا عامل غسيل لقيته واقع الغسيل دوت. ايه ده كلسون؟ ابعتي معين من العيال حضرتك بتصوره لنا توريه لنا ليه؟ احنا بقى اللي هندور على مين صاحب الكلسون؟ انطر دوت ومكتوب عليه. هو بعت لك رساله في الكلسون؟ ده ايه الراجل الانتر ده؟ وبعدين جو الورق ده شغل قديم قوي، ده انقرض من ايام السبعينات والستينات، ايام التليفون اللي كان بيلف كده ده، دلوقتي بقت التليفونات بتلف كده. وكاتب لي فيه تحبيني مخلصي وفي قلبي لغواصي. ده عايز ياكل رز وملوخيه، ده مش عايز يعاكس. انت اول ما تشوفيه نازل لا مؤاخذه يعني، احنا زمان كان عندنا حاجه اسمها الميه بتاعت المواعين، امهاتنا كانوا بيعملوها يروحوا دالقين الجردل كده على اللي رايح، وهو نازل بقى اصطاديه، خليكي ذكيه. وهو نازل جيبي بقى ميه الحوض اللي هي الديرت اللي مش نظيفه اللي شبه اخلاقه دي، وروحي دلقاها عليه وهو ماشي، واول ما يبص كده يقول مين اللي دلق عليا الميه دي، يقولوا له ايه ده ابو انتر. بس كده بوعدك ان هو مش هيعمل الحركات النوتي دي تاني، بس اهم حاجه انت قززي في الادوات اللي هتبقى موجوده في الميه، كادلز الحاجات اللي انت عارفاها دي. بس ما عنديش اقتراحات ليكي تاني بصراحه. انت عكستوها ليه؟ هو بيقول لك اللي يرشك بالدم ارشه بالنار، هي رشتك بالدخان تبظ في وشها ميه؟ طب اقدر حتى ميك اب دلوقتي وانت شلت لها الميك اب تلاقي جعفر ابن خالتك قاعد جنبك؟ ما انت بص، هي السكينه بتبقى في الزور، انت طلعتها وجعتك وانبلعتها وجعتك، يعني كنت سكت لما تطلع جعفر ابن عمتك اللي قاعد جنبك، ما انت هتفضل متنكد لحد ما تروح، هتحس ان انت قاعد مع شخص تاني غير اللي انت كنت قاعد معاه الاول. بلاش تهور. ايه الفانوس السحر هتعمل بيه ايه؟ هبيعه. هتبيعه؟ حضرتك واثق من الاجابه دي؟ ضمنا ان احنا هنموت واحنا فقراء. انا عارفه ليه احنا ما بنتقدمش، يعني انا عارفه حاسه ان احنا لازقين كده في الارض، تحس ان محطوط لنا صمغ او جلو، بس الحاجات اللي هي ايه قويه دي اللي صعب تتحرك وانت لازق فيها. الله يسامحك يا حاج، الله يسامحك. زمان ولادك دلوقتي بيحاسبني. هو انا مش بنت حضرتك بس بحاسبن برضه. شفت وصلتنا لحد فين؟ مساء الخير يا جماعه. مساء النور. خير. انا مراتي دعت عليك؟ اكيد مزعله. هو احنا هندعي كده مننا لنفسنا؟ هو احنا شويه هوبا بس في اوقات معينه، وباقي الاوقات بنبقى هوبا بسبب العيال. مش عارفين نشيل بعض ليه؟ فادمان مش عارفين نشيل بعض، ما نشيلش بعض. صوتي رايح مشوار بس بيجيب حاجه وجاي، ما تقلقوش. ان انا لما اركب الطياره معاك فلوس يعني؟ مفيش ستات تقعد جنبي انا. طب هي مرات حضرتك شافت الفيديو ده ولا ما نشيروش عشان ما نفضحكش؟ مش عايزه اقول يعني، اكيد ما كانتش متوضيه. هي تقريبا كده ادعت عليك بالفضيحه، وانت استغفر الله العظيم يا رب اللي بتفضح نفسك بذات نفسك، مش اللي انت سترت على نفسك. لا انت جات لك الفرصه بس انت اللي فضحت نفسك بذات نفسك، يبقى انت كده اللي متسلط على نفسك. يبقى مراتك كانت متوضيه وضاعت صح، والفيديو ده ان شاء الله هيوصل لها. فجروا الفيديو ده يا جماعه لايكات وشير عشان مرات الشخص هذا تشوفه وهو قاعد في وسط اتنين ستات. انا مش شرانيه، انا بحب اجيب حق الستات بس مش اكتر. الستات اللي موجوده معايا على الفيديو النهارده تثبت حضورها. يعني اكيد ما كانتش متوضيه، ربنا كرمني. هم طلبوا ايدك للجواز، الناس قاعده جنبك، ايه الغرور والعنطزه الكذابه دي؟ بيقولوا لك ايه بقى؟ بيقولوا ايه عشان انا كنت غايبه ما لحقتش احضر. قولي لي انا هسمعك. هيموتوا يشوفوني واقعه. واقعه ليه؟ انت بتمشي بسرعه ولا بتلبسي كعبه عليه؟ يخرب بيتك، انت مش كنت لسه محجبه يا بنت؟ انت كده نزلتي ما طلعتيش. وانتوا ليه محسسين ان احنا اهل في بعضينا يا جماعه؟ مش للدرجه دي. استني كده لاكون ظلماكي. لا مش لابسه بعضي من تحت. ايوه الحته دي كده باين ان انت دي ايدك، مش لابسه حاجه تحت. لبسك عفريت يا شيخه. بالوضع الاسود اللي احنا فيه ده كلنا هنجوع، ما تقلقوش، كده كده هينزل علينا الغضب بسبب. بصوا يا جماعه بلغه الاشاره الحركه دي معناها ان انتوا بتتعرضوا للاذى. في واحد واقف ورا حضرتك متعرض للاذى. هو انت بتقرصيه ولا بتطفي السجاير تحت بطاطه؟ وبعدين ليه حضرتك موقفاه في الشمس ينشر لمؤاخذه الغسيل وحضرتك واقفه في الظل؟
احنا بننادي بالمساواه، بس دي مش مساواه خالص، انت سوتيه بالاسفل. تتكلموا مش عارفين تطلعوا صوت، اعملوا بس الحركه دي. ده عامل لك اشاره النور وراكي. ده ناقص يسوى شكلك وليه مفتريه. بس الحركه دي هو في ايه؟ اهو شفت، جبت لنفسك الكلام، الحق اجري يلا، ولا روح اقعد عند امك وشيل اي حاجه حاده او اي حاجه ممكن تستخدمها في حته بعيده او ادفنها في الجنينه. يا حرام، عندها جفاف عاطفي. بكره ان شاء الله يجيلك اللي عامل نفسه الطيب الحنين. يقال الله اعلم اذا كانت الاقاويل دي حقيقيه ولا لا، ان الرجل لا مؤاخذه في مرحله التعارف بيبقى احن 7 مرات من الام. تخيلوا انتوا بقى، وبعد الجواز بيبقى قاسي على الزوجه 99 مره من قساوه مرات الاب. مش عارفه الاحصائيات دي اساسها ايه، بس هم بيقولوا كده، وانا معرفش بصراحه الكلام ده حقيقي ولا لا. ايه في ايه؟ هو ده فرح ولا خناق؟ مش كده؟ انت تبع العريس ولا تبع العروسه ولا تبع المعازيم عشان اعرف احدد هجومي بس جاي ازاي؟ طب ادي فرصه للعروسه عايزه ترقص، انت واخده الساحه كلها لنفسك. الفرح ده بيتعمل عشان العريس والعروسه يفرحوا، واحنا نروح نكمل ونقف نسقف كده ونقول سوسه كف عروسه، مش روح ناخد منهم الفرح. ليش؟ عشان الفستان. ها، مش عايزه افسر، نفصل بقى حاجه تبقى كويسه. يا بنت انت مغطيه على عروسه، العروسه مش عارفه ترقص. ده ايه ده؟ انت بتحضري عفريت؟ شكلك كده بتحضري عفريت. لا ارجعي انت بالازرق ده، هي ما شاء الله عارفه تتجنن كده. انت هتيجي مش هتباني جنبها، هتجيبي لنفسك بس الكلام وخلاص. ايوه خديها جنبك، هديها شويه، اقراي عليها شويه قران، اديها شويه ميه بليمون. اصل مش طبيعي، هي كده مش في حاله طبيعيه، هي وصلت لمرحله الاستيريا، ربنا يسترها علينا. ريحه حاجه بتحبيها غير البرفان؟ ريحه حاجه، اهو ياو ياو ياو، النرجسيه في ابهر صورها. ريحه الرجوله. ايه ده، هي الرجوله بقت لها ريحه ولا تقصد الرجول؟ بس انت بتجمعيهم يبقوا رجوله. الرجوله لما يكون في حياتي شخص راجل. يا حبيبتي انت مفتقداهم قوي كده؟ ده انت ما شاء الله زي لهجة القشطة وقمر اهو. امال احنا نعمل ايه؟ نصوت ولا نقعد نلطم؟ بس انا ما احبش التم عشان حرام اولا، ثانيا عشان وشي ما يبص، ممكن يجي لي عصب سابع ولا حاجه، ابقى اذيت نفسي وعملت حاجه حرام. ريحه حبيبي. ليه ريحته نفاذه قوي كده؟ انا بعرف والله في ناس ريحتها بتعنك، ربنا يكفينا الشر ويعافينا يا رب. تلاقي عينك كده بتشر من الدموع من ريحه العرق، تبقى حاجه بشعه، بس الواحد بيكتم في قلبه ويسكت، هيعمل ايه طيب؟ بحبها البنزين. ايه بنزين؟ ليه كنت بتشدي كلها؟ بحب البنزين. ايه الدماغ دي؟ دماغ مكلفه، دي مش اي دماغ. انت عارف البنزين بقى بكام دلوقتي؟ انا ما اعرفش، لو تعرف قول. اقول لك ريحه المعطر التوت. لو ما عندناش توت نعمل ايه؟ نقول التوت. اركني على جنب حاجه، اركني على جنب ماما، مش وقت. فلوس، ريحه الفلوس بحبها قوي. ايوه انت شخصيه عمليه، بس الفلوس ما بيبقاش ليها ريحه. هم ما رش عليها ريحه دلوقتي؟ هو عامه انا بحبها حتى لو ما كانش ليها ريحه يعني، وكلنا تقريبا بنحبها، حتى لو بصي لما اخذه يعني ريحتها نفس ريحه العرق اللي انا كنت بتكلم عنه من شويه. هناخدها هنعمل ايه؟ هي وسيله للسعاده بس مش كل السعاده. محشي. اوه جوشو. هتهالي دي زي دي بتحب الاكل زي الورق عنب. ايه الورق عنب بيضحك قوي كده؟ ورق عنب. ورق عنب. الجاز. والجاز برضو؟ الجاز بيضحكك؟ طب جاز. جاز. اه صدقني الجاز. بحب ريحه الاكل قوي بس مش كل اكل. طب ازاي بتحب ريحه الاكل كلها ومش كلها؟ هي ناقصه. عموما بحب ريحه الاكل قوي، بالذات حاسه بقى بتتبيله كده ريحه التسبيكه، مش تتبيله، ريحه التسبيكه اللي بتبقى مفحفحه دي، تلطش في المناخير الصبح كده، تحس ان انت جوعتي وانا جوعت دلوقتي عايز اقوم اكل. انت بتعمل ايه يا ضنايا؟ هو الفراغ وحش قوي كده؟ طب بص خش شمال كده شويه عشان الحته الاخرانيه دي فيها ميه. وبعدين لا مؤاخذه وحضرتك لابس اسدال صاله ليه؟ انت مالك ومال الحاجات دي بتاعتنا احنا مش بتاعتك انت؟ انت اختلط عليك الامر في كل حاجه؟
ولا انت ضارب حته ب 200 لوحدك؟ قول عادي ما تتكسفش، ما هو ده بقى الطبيعي للاسف.